عبد الوهاب السحيمي استاذ بقطاع التربيه الوطنيه، فاعل تربوي وكذلك عضو مجلس وطني التنسيق الوطني لاستطلاع حمل الشهادات. اذا اليوم احنا في التنسيق الوطني لقطاع التعليم الذي يضم 15 تنسيقيه الى حدود اللحظه ونقابه، وهو طبعا مفتوح على تنسيقيات اخرى، وهناك طبعا هناك بوادر للالتحاق مجموعه من التنسيقيات اخرى لتعزيز وتقويه هذا التنسيق الوطني لقطاع التربيه الوطنيه في المغرب. هذا التنسيق طبعا من بعد ما وقفنا على اصدار وزاره التربيه الوطنيه للنظام الاساسي الجديد، هذا النظام الاساسي الذي كانت تعول النساء ورجال التعليم والشغل التعليميه بكي يقوم بتصحيح مجموعه من الاختلالات والتجاوزات والثقوب التي كانت تعتري النظام الاساسي السابق، وطبعا لكي يقوم بتسويه مجموعه من الملفات ورفع الاقصاء ورفع الحجره على عموم النساء ورجال التعليم ولحفظ ولضمان الكرامه والعداله للنساء ورجال التعليم، وذلك طبعا بتخصيص واحد الزياده عامه لعموم الاساتذه والاستاذات وطبعا باقي الهيئات، وطبعا ليخصص مجموعه من التعويضات خاصه ان هذا النظام الاساسي يتضمن مجموعه من المهام الاضافيه. فاذا بنا نفاجئ بنظام اساسي يكرس الحجره، يكرس الظلم، يكرس الاقصاء على عموم نساء ورجال التعليم، نظام اساسي تراجعي، نظام اساسي اقل ما يكون عن انه قاع جاء ليقبر ما تبقى من اكتسابات لنساء ورجال التعليم، وجاء ليدق اخر مسمار في نعش المدرسه المغربيه العموميه. طبعا خضنا كتنسيق وطني وحدوي مجموعه من المحطات النضاليه، كان اخر المحطه النضاليه ديال 5 اكتوبر 2023 واللي تعرفت نجاح كبير. انشمعنا يوم امس لتسطير في ندوه صحفيه، وذلك لاعلان برنامج نضالي جديد، وطبعا لتقويه ويعني تنظيم وتقعيد عمل هذا التنسيق. فطبعا سطرنا برنامجا نضاليا يبتدئ بالنضالات ديالو ابتداء من اليوم، يعني وذلك عبر التوقف الجزئي على العمل وخوض اضرابات لمده 3 ايام، يوم غد وبعد غد، يعني من يوم الثلاثاء حتى اليوم الخميس 3 ايام، ستختتم هذه 3 ايام بوقفه امام مقر المديريات الاقليميه، وطبعا سيكون كذلك اضراب وطني يومي 7 و8 نوفمبر ومع تنظيم مسيرة وطنية حاشدة هنا بالرباط، تنطلق من أمام مقر البرلمان في اتجاه وزارة التربية الوطنية، وتختتم باعتصام جزئي أمام مقر وزارة التربية الوطنية. طبعا إضافة إلى أشكال نضالية أخرى خاصة تتعلق بالشق البيداغوجي، منها الانسحاب من مجلس المؤسسة والأندية والمجموعة الواتساب، وعدم ومقاطعة البطولة الرياضية بالنسبة للأساتذة التربية البدنية، ومقاطعة العمل ب 38 ساعة، وطبعا والأشغال الحراسة العامة بالنسبة للأساتذة، بالنسبة لأطر الدعم التربوي والاجتماعي. إذا هذا هو باختصار يعني المحطات النضالية المقبلة، ونقول بأن ستكون لدينا محطات نضالية أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة سيتم إعلان عليها في برنامج تصعيدي. ونقول بأننا اليوم حنا هذا 15 التنسيقية ونقابة، ومنفتحون على يعني كل الأفكار والآراء اللي ممكن أنها تتجه في يعني تقوية هذا التنسيق، ومفتوح هذا التنسيق لالتحاق تنسيقيات أخرى، ونطمح إلى الالتحاق باقي التنسيقيات. اليوم كذلك بن موسى، طبعا هذا النظام الأساسي اللي صدر أجمع ووحد عموم نساء ورجال التعليم، وذلك بالإعلان مؤخرا يوم أمس بأربع نقابات التي كانت قد وقعت ما يسمى بالمبادئ الأولية يوم 14 يناير 2023 مع السيد بن موسى، والذي كان يقول بن موسى في كل خرجات الإعلامية بأن هذا النظام الأساسي جاء بإشراك النقابات التعليمية، وبأن إلى صفيه في هذا النظام الأساسي البارحة النقابات التعليمية الأربع تسطر برنامجا نضاليا وتعبر في بيانها بأنها ترفض هذا النظام الأساسي جملة وتفصيلة، وبأنها تدعم دعما مطلقا لكل الفئات والمتضررة والفئات الهيئات المناضلة التي تحتاج يعني، وطبعا سطرت كذلك برنامج نضالي. إذا نقول سي بن موسى أنه اليوم الكل توحد في النضال والتضحية من أجل إسقاط مخططك وإسقاط نظامك الأساسي البائس. ونقول هناك اليوم هذه الكرة ديال الثلج ديال النضال الآن تتقوى وتكبر، قد ما غاديش نقول يوم بعد يوم، وإنما ساعة بعد ساعة، حيث يتم الالتحاق مجموعة من التنسيقيات ومجموعة من الهيئات بالمعارك النضالية. سيد الموسى اليوم للأسف لم يجد أي شيء آخر ليرد على هذه النضالات وهذه التضحيات وعلى هذا المواقف المشرفة لعموم نساء ورجال التعليم لإسقاط هذا المخطط الذي كما قلت وجاء ليضرب في العمق المدرسة المغربية. ما كان له إلا أن يستقبل
ما يسمى بجمعيات آباء وأولياء وأمهات التلاميذ. نقول له ما دخل هذه الفيدرالية وهذه الجمعيات في النظام الأساسي الجديد حسب آخر مرسوم للنظام آخر مرسوم الذي يؤطر عمل هذه الجمعيات؟ هي مهامها كلها تتعلق بالتلميذ والمتعلم. ما دخل جمعية الآباء في نظام أساسي جاء ليؤطر عمل الأساتذة والأستاذات والإداريين وغيرهم، يعني نساء ورجال التعليم؟ واش اليوم بن موسى أراد أن يجعل هذه الجمعيات وصية على الأساتذة والأستاذات وغيرهم طبعا الإداريين وغيرهم من يعني مختلف الهيئات ديال النساء ورجال التعليم؟ هذا أمر غريب جدا، وهذا يؤكد بأن السيد بن موسى صار في موقف لا يحسد عليه، يعني صار في موقف ضعف. ونقول له وصار كما نرى مثل هذه الممارسات واستقبال جهات لا علاقة لها بالنظام الأساسي ليتشاور معها وليضع بين أيدي النظام الأساسي، نقول أن السيد بن موسى صار يخبط خبط عشواء، وهذا يؤكد كما ذاك الارتباك الذي وصل إليه، وليؤكد بأنه الآن هو يعني في موقف ضعف، وبانه يؤكد بان السيد موسى حتى المواقف ديالو في هذا النظام الاساسي، لانه لو كان بن موسى يعرف بان هذا الموقف ديالو في النظام الاساسي موقف طبعا قوي لخرج للدفاع عنه، هو الان صار يتقوى بجهات لا علاقه لها بالمنظومه. ونقول بانك هاد الناس راه ما يمكنش يستمروا الى جانبك، وما لا يمكن التعول عليهم، لانه هاد الناس نعرفوهم بانهم ناس فاقدين للشرعيه، ناس للاسف منذ اكثر من 20 سنه ما شدوا المكاتب ديالهم، ناس للاسف تيتغداو على الريع، ولو كان فعلا عندهم واحد المصداقيه ما كانوا ليحضروا لذلك الاجتماع الذي ناقش امور لا تدخل في اهتماماتهم وفي يعني مهامهم التي يؤطرها النظام طبعا المرسوم الذي يؤطرهم، او على الاقل عندما خرجوا من ذلك الاجتماع كان عليهم ان يعبروا ويسطروا برنامجا او بيانا ليعلنوا فيه بانهم ضد اقحامهم في هذا النظام الاساسي الذي لا يمت لمرسومهم بسله. اذا حنا كتنسيق وكعمون نساء ورجال التعليم داخلين في النضال وفي التضحيه، ونقول السيد بن موسى انه راه ما عندوش خيار اخر الا اسقاط هذا النظام الاساسي وفرض نظام اساسي جديد يضمن الكرامه والعداله، وطبعا يحترم، نقول نظام اساسي يحترم نساء ورجال التعليم، وذلك يعني اعلان اعتذار رسمي من الحكومه للاساتذه والاستاذات تجاه طبعا القمع اللي تعرضوا ليه واللي تنعتبره سيبقى جرحا غائرا لعقود طويله، ولكذلك ليقوم هذا النظام الاساسي بتسويه طبعا بزياده يعني مهمه ومراجعه هذا النظام الاساسي ليقوم كذلك بالغاء كل المهام الاضافيه التي وضعت على عاتق الاساتذه. وطبعا هذا النظام الاساسي يجب ان يضمن كما ذكرت زياده عامه في الاجور، لان الاساتذه ما زادش في الاجور ديالهم منذ 2011. اذا نقول نحن ما علينا الا النضال، سنستمر في النضال الى ان يتم تحقيق كل حقوق ديالنا، وعلى راسها طبعا اسقاط هذا النظام الاساسي المشؤوم. ما تنساوش تابوناو في قناة أشكاين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد في الحين. إذا عجبكم المحتوى بارتاجيوه مع أصدقائكم، ولمزيد من الأخبار تلشارجوا تطبيق أشكاين من بلاي ستور وأب ستور.